التوقعات ديالي في الماتش ديال العشيه ان شاء الله كنقول بان غادي يكون واحد الماتش اللي هو زوين كما شفنا في الماتش السابق بان كان ماتش اللي هو في المستوى اللي هو ان بان ان كاين واحد شويه ديال اللمسه ديال وليد الركراكي اللي هو تبارك الله كان مدرب ديال الوداد البيضاوي اللي شاهدنا معه بان خدينا بزاف ديال الالقاب في هذا الموسم اللي هو كان مليء من المفاجات. وكنظن بان وليد الركراكي غادي يقول السميه ديالو ان شاء الله فهاد مع المنتخب. وكنقول بان غادي يكون واحد المشاهده اللي هي ديال الماتش غادي تكون زوينه بزاف فهاد العشيه هذه اللي هو غادي يكون واحد الماتش اللي هو مليء بالمفاجات كما مولفنا مع السي وليد الركراكي اللي هو انا كنت مع فريق ديال الوداد البيضاوي كنت ديما كنشاهدو كنت ديما كندي بلاصه معاه كنت ديما المهم ديما الحماس مع وليد الركراكي وكما ولفنا ديما كيعطينا الجديد واللي هو الماتش كنظن انه غادي يكون فواحد الحله جديده ان شاء الله مع وليد الركراكي وغادي نتقاسموا الفرحه معاه وغادي يردنا اليمات ديال المنتخب اليوم شحال هادي ما بقيناش حنايا كنفرحوا بهاد الفرحات بحال هكا مع المنتخب وديما كنا كنلقاو واحد النقص في الماتش في الماتشات مع المنتخب اللي هو ما كناش كيفرحونا بداك المستوى المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمنتخب الوطني في المقابله اللي دازت مع المنتخب ديال الشيلي كانت صراحه مباراه جد 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 رائعه، كانت مباراه في المستوى. الناخب الوطني جديد الركراكي عطى البصمه ديالو، اللعابه كانوا في المستوى، ربما كانت مجموعه ديال الحوايج اللي هي ناقصه ولكن ماشي نقدروا نقولوا ناقصه لحقاش مباراه اولى مع مدرب جديد ضروري غادي يكونوا بعض الثغرات ونتمنى هاد الثغرات اللي كانوا نستافدوا منها في المباراه الجايه. بالنسبه للمنتخبات ديال اليوم، المنتخب ديالنا اليوم مع الباراغواي كان انا ما غاديش تكونش كفاس من الشيلي ونتمنى تكون احسن لحقاش المنتخب بحال يلا عطاو داك اللحمه ما بين اللعابه غادي نشوفوا منتخب متناسق ينسجم اللعابه مع بعضياتهم وان شاء الله غادي يكون ماتش في المستوى. ونتمنى حنايا علاش لا هذا النيفو اللي شفناه في الماتش اللي فات مع الشيلي نشوفوا في كاس العالم في الماتشات الثلاثه الاولى ونقدروا ندوزوا الادوار طلائعيه وتكون نتيجه في المستوى ان شاء الله. هو صراحة المفاجأة ديال وليد الركراكي ما كانش مع المنتخب ولا كانت قاطعة، حنا المفاجأة اللي نسناها عن قرب مع الوداد فاش غاتجي النادي اللي هو عارق وكان في واحد نقدروا نقولوا غيطيح في الهاوية وجيتي نقتيه ودا تشامبيونز ليغ غادي راه شي حاجة ماشي هي اللي سهلة. وبالنسبة للمفاجأة اللي كانت عندنا بالنسبة للمنتخب الوطني في المباراة اللي فاتت هو الصابيري باش أنك لاعب دخلوا اول لمسه ويماركي منها هدف راه صراحه هذا شي حاجه نقدر نقولوا الخيال العلمي. وليد الركراكي نقدر نقول لك توفق حتى ل 90% في خلق النتيجه ما بين اللعب. صراحه شنو نقدر نقول لك في هذا الشيء اللي قلتي لي دابا هو ان السير الركراكي كان تيقو فيه واحد الثقه اللي هي كبيره وهو عارف اش كيدير صراحه. هو حنا عارفين تيقيم السير الركراكي عارفين بانه هو غادي كيميتريزي وكيعرف شنو غادي يحط في التيران شكون اللي غيحيد وشنو غادي يدير. لهذا ما نقدرش انا نعرف اكثر من السير الركراكي لانه راه كما قلت لك من ديبار راه تبارك الله راه خلى واحد اللمسه في الوداد اللي هي راه محال انه يخليها شي واحد. انا كنقول محال انه يخليها شي واحد بحال السير الركراكي، عطى واحد اللمسه اللي هي جميله وكنتمناو من الله كنتمناو من الله ان هاد اللمسه هادي تبقى ساحره تبقى حتى للمنتخب اللي نوصلوا ان شاء الله للفينال كاس العالم ان شاء الله. وعلاش ما نديوش الكاس ان شاء الله؟ علاش نتمنى والله لان هادشي افتقدناه بزاف ما لدرجه انني ولا كنتفرجوا في الدوري الاسباني والدوري لان ما بقيناش كنلقاو الراحه ديالنا في الفرجه في المنتخب الوطني ولا بغينا نرجعوا الفرحه وبغينا نرجعوا اليامات ديال المنتخب ديال بصح. نتمنى انه يكون وجه خير على المنتخب السير الركراكي اللي واحد الثقه كبيره ان شاء الله تيقينا فيه. المباراة اللي فاتت الحمد لله دازت مباراة جيدة وفيها تشويق، نتمنى من الله الخير اللي تفاد في هذه المباراة ونتمنى من الله الخير والخير والخير في لاكوب دو موند ان شاء الله ونتمنى التوفيق للجميع. هبطوا الجماهير المغربية على أرضية ملعب إسبانيا فاش نهاية المباراة ديال المنتخب المغربي الشيلي، وشنو هذاك الصداع والوينه والبوات والفار
كان كمواطن في الجهه الوطنيه اللي تسوي في الماتش هذا الماتش الثاني للمنتخب، حيت حنا كنعرفوا ان الجماهير هي اللي في العالم المستديره هي اللي كتمثل تقريبا الشعب كامل، فإلا كان الجمهور دار شي حاجه اللي لا مزياناش فانه كيبين على انه الشعب كيف ما كيقولوا الاعداء. انا شوف الجمهور اذا شوف الشعب شنو الرساله ديالك اللي توجهين؟ هو الرساله اللي غادي نوجهو هو هي احسن مثال نشوفوا الديربي كيفاش كيدوز، نشوفوا المباراه ديال الماس اللي زادت فيها تيفو اللي ما كانش ساهل اللي تحط اللي درات فيها الصحراء المغربيه، نشوفوا حنايا نتوما هما سفراء ديال المغرب في بلاد المهجر، الا كنتيو غتعطيو داك الصوره على المغاربه راه غادي يقولوا المغاربه كنا حنا هكاك وحنا ماشي هكاك. حنا الا جينا نشوفوا احسن الجماهير العالميه راه هي الرجاء والوداد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.